نشوف كوادر ومواهب سعودية صارت بالصدارة بالمسابقات على المستوى الدولي. طبعا بهذا الخبر معانا سيدة سعودية تميزت ووظفت كمان تخصصها في الاقتصاد المنزلي حتى تحصل على المركز الأول في تحدي الهدايا الغذائية العالمية. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وعن هذا الإنجاز. أكيد نرحب بضيفتنا في الاستديو زينب الكليب الفائزة بجائزة تحدي الهدايا الغذائية العالمية لعام 2024. أهلا وسهلا بك زينب، نورتينا، حياك الله. الله يسلمكم، أشكركم على الاستضافة. في البداية نقول لك ألف مبروك هذا الفوز، حصلتي على المركز الأول. الله يبارك فيكم. في البداية خلينا نعرف إيش هو شعورك وحندخل في تفاصيل أكثر معاك. والله أنا فخورة جدا جدا. حن الفخورين فيك زينب، يعني مهما سرت في الكلام ما أوصف فخري بهذه الجائزة، خصوصا أنها تحمل اسم بلدي، يعني محفظة القهوة السعودية. ما شاء الله عليك. يعني ما شاء الله، كيف قدرتي تدمجين بين أصالة التراث السعودي والحضارة العالمية؟ والله التراث السعودي مليء وزاخر وغزير بالموروث، فأنا اخترت، يعني في البداية جت في بالي فكرة البقشة النجدية اللي هي من تراث منطقة نجد، كانت تستخدم في منطقة نجد قديما، تخيطها المرأة ويستخدمها الرجل، يحفظ فيها الهيل والبن، أيضا احتياجاته، بعض احتياجاته الخاصة. في منطقة الجنوب عندنا ثوب المجنب ترتديه المرأة ويخيطه الرجل. أعجبني هذا الانسجام في الأسر السعودية القديمة. هو موجود هنا عندنا. هذا هو الثوب، يعني هذا الثوب قديم، يعني ممكن عمره أكثر من 50 سنة، اللي يخيط الرجال وتلبسه المرأة. هذا الحين عمره 50 سنة. أيوة وأكثر. روعة. يعني شوفي كيف قديم بس أنا محتفظة فيه. فاللي خاطر الرجل وتستخدمه المرأة. يعني انسجام غير. منطقة نجد تخيط المرأة تخيطها المرأة ويستخدمها الرجل. كلهم اشتركوا في التطريز، فحبيت ان فكرة الهدية تكون فيها تطريز. يعني كون انت اول مرة تشاركي في هذه المسابقة صحيح؟ أيوة اول مرة. كنت خايفة؟ ايش كان شعورك؟ كنت يعني ما ابغى اقول لا قوة الا بالله، يعني الحين ما شاء الله بنات البلد بلدنا سايرين دائما بيبدعوا في اي مكان بتكونوا متواجدين فيه، لكن ما خفتي من فكرة الخسارة؟ لا والله كنت واثقة بالله سبحانه وتعالى أني أقدر أكون يعني على ثقة وقد اللي رشحوني لهذه المسابقة. يعني قالوا لي إحنا واثقين أن أنت تقدرين تقدمين منتج يبرز. ما شاء الله عليك. يعني أنت ما شاء الله تخصصك اقتصاد منزلي. وأنت مارستي فنون تشكيلية والحرفية حتى ودخلتي فيها المسابقة. شرحينا أكثر عن تجربتك في الفنون الحرفية والتشكيلية، دخولك فيها في المسابقة. الحرف والفنون يعني في المسابقة كيف نفذتها؟ يعني في المسابقة زي ما وضحت أنا استخدمت التطريز. أيضا بالنسبة للفنون اللي اكتسبتها، مثلا لون المحفظة اخترتها على ألوان شجرة القهوة، يعني كان لونها لون نفس ألوان زهار شجرة القهوة. اخترت ألوان التطريز وخطوط التطريز إذا هي واضحة يعني أو تظهر. خطوط التطريز اللي هي اخترت 5 ألوان، كان أولها الأخضر اللي هو لون الشجر، 3 ألوان الأحمر والوردي، هذه هي الأحمر والوردي والأصفر، هي ألوان شجرة ثمار شجرة البن. شجرة البن في كل أنحاء العالم نفس اللون، لكن تتميز عندنا أن نقدمها في الدلة الذهبية، فأضفت لون الخيط الذهبي. قالوا لي لازم تطبخ، لأن من ضمن المعايير أنها تطبخ وأنا ماني موجودة. أوكي. يعني وضعت ولفت بطريقة، يعني قالوا لازم مطحونة، هي كانت تحفظ في الماضي حبوب. طب أنا كيف أحفظ القهوة وهي حبوب مطحونة في قماش؟ فتذكرت أمي زمان قالت كنا نشتري القهوة في أقماع ورقية. فأضفت الورق، يعني كونه منتج حسب دراستي إنه منتج يعني ما يأثر في الغذاء ولا يغير النكهة، فطحنتها وضعتها. بالنسبة للبهارات القرنفل والهيل وضعتها بشكل الأقماع نفس ما كانت توصف لي أمي. بعدها يعني هذه هي الفكرة، وضحت المعهد الطهي إن إحنا أنا اخترت القهوة كونهم ضيوف علينا، والشعب السعودي كله يشترك في ثقافة إنه يقدم القهوة لضيوفه. صحيح. اللي هي القهوة السعودية. ووضعت داخل المنتج نفسه صور، يعني صور المكاير والطريقة وكلها،
وأخيرا كتبت أنها تقدم على طريقة القهوة السعودية وطريقة توضع مع التمر أو أي نوع من أنواع الحليب. حلو. طبعا ما شاء الله أبغى أعرف يعني غير مهارة التطريز اللي عندك، عندك مهارات ثانية مميزة بيها أو لا؟ والفنون التشكيلية يعني هي تقريبا بعد ما خلصت الرسم الخط أو ايوه أشياء. ممكن تشوفين اعمالي انا اوظف هذه اللي موجوده معانا أيوة. اي اوظف فيها الزخارف الاسلامي. هذه الزخارف انت مسويتها بايدك صحيح؟ ايوه هذا أيوة. المطرح اي بس مو مطرح يعني هو انا شكلت تشكيل أيوة. واضفت له خطوط القط زي ما هو في قريتي، انا قريتي اسمها آل ينفع. القط عندنا تقريبا في واضح في واحد من اعمالي فقط 4 أو 5 خطوط فوظفت هذه الخطوط فقط في لوحاتي. عليك يعني الى جانب مشاركتك بالمسابقه عندك يعني مشاركات في محافل او معارض شاركت فيها باعمالك؟ عندي مشاركات من ضمنها مهرجان الجنادريه يعني. مهرجان قمم موجود عندنا في أسير، في معارض منها معرض الوان، معرض زي النساء المعاصر وغيرها. خلينا نتكلم عن الأعمال اللي جايبتها، يعني واضح قديش أنت إنسانة تعتزي وتفتخري بالرموز التراثية اللي عندنا في السعودية. لو تكلمينا مثلا اختاري واحدة من الأعمال وكلمينا عنها. الأعمال هذه طيب أجيبها أنا؟ يلا طب خليني أنا أقوم أجيبها. أي واحدة هذه؟ طيب يلا نتكلم عن هذه على سبيل المثال. هذا ثوب المجنب اللي وضحته هنا، هذا هو. طيب هذه طبعا اعمالي هذه بالجبس أي. انا اجسمها ويعني احاول اني الونها. هذا اللون من الوان المنطقه اللي هو ثوب المجنب. اللون الاصفر هو اللون الابرز اللي يعني متعارف عليه اكثر. اي صح ايوه حلو. هذه طبعا برضو استعمليها للديكورات. نعم أيه. هذه فكرتها، هذه اللي شاركت بها في مهرجان الجنادري عام 32 أيه. فكرتها هدايا مصغرة مستوحاة من التراث يعني تنقل الطابع التراثي يعني كفكرة هدايا تكون مصغرة يعني سهلة الحمل وقت السفر. حلوة ما شاء الله عليك. جميلة جدا صحيح. نشوف يعني احنا دائما دعم وزارة الثقافة على وجه التحديد لطبعا مجالات عديدة، لكن خلينا نتكلم عن كيف شفتي دعمهم اليوم للحرفيين وأصحاب المهن. والله دعمهم كبير يعني احنا الان خصوصا الان ما نشوف مناسبه من المناسبات الوطنيه او الدوليه الا يعني تبرز فيها وزاره الثقافه المحترفين والفنانين. عندي رخصه ممارس، هذه الرخصه من وزاره الثقافه. ايضا في دليل الاقتناء الاعمال من الفنانين والتشكيليين، دليل اقتناء، هذه كلها موفره لنا احنا الفنانين الحرفيين بصفه عامه. يعني برايك بتكلم عن التخصص، تخصصك في الاقتصاد المنزلي، يعني يخدم اي كوادر من الاعمال مثلا اليدويه الحرفيه غيرها؟ ايش لها يعني مجالات مختلفه غير مثلا يعني انا على سبيل المثال ترى على فكره قاعده بشوف الاشياء، كنت اشوف الصور رجعتيني الايام المدرسه لماده التدبير المنزلي كنت تذكري كنا نخيط ونطبخ وغيرها. يعني اليوم نقدر نقول انه هذا التخصص يخدم مين من الناس؟ يخدم المحترفين أي. اللي هو الطهاة، الفنانات الحرفيات أي. المصممات اللي يحبون الخياطة، يعني التخصص متنوع. كانت المواد كثيرة من أيام كنت أدرس يعني أيام الكلية قبل 20 سنة، كثير المواد كانت كثيرة متنوعة. صحيح. خلينا نتكلم زينب حتى عن تطلعاتك المستقبلية خصوصا يعني في مهن مثل هذه، هل ممكن تفكر أنك تفتحين محل في المستقبل؟ أيوة أكيد بإذن الله. وتطلعاتي منذ الصغر يعني كانت أمي تدعمها، والدتي دائما تدعم هذه الأفكار من يوم كنت صغيرة، بعدها بالدراسة في الكلية، وإن شاء الله المستقبل القادم بإذن الله. شكرا لك يا زينب نورتينا، شكرا لتواجدك معنا. مشاهدينا من بعد الفاصل التقويم الشفاف أم المعدني مختص يوضح الفرق بينهم ويؤكد أيهم أفضل.